أكثر من أي وقت مضى؟ وهل يرضى رأس الهرم وذروة سنامه بالنزول إلى القاعدة للحوار؟ من يضمن للمعارضة أن تلبى مطالبها بعد مئات العرائض المرمية في سلة المهملات؟ أين كانت المعارضة حين بحث عنها الشعب يوم الاقتراع حيث الكلمة الفصل؟ كيف نجمل المعارضة في كلمة واحدة وهي في نفسها قارقة في الانفصام؟ وأوجدت عدة معارضات داخل المعارضة، وهل توجد المعارضة في شخص جافل الرأس أم يذهب هذا الأخير وحيدا؟ معارضة تخذل نفسها كيف نثق بها؟ هل تقاعس المعارضة عن الحوار خدعة حرب أم جبن وشيك الانهيار؟ لهذا الموضوع نستضيف في برنامج عين الدق في عين كل من الدكتور الصفاق ولي القنقاش، حاصل على شهادة دكتوراه في النفاق السياسي وداخل موسوعة جينيس مؤخرا في التصفاق الدولي، ومعنا أيضا في الجانب الآخر أستاذ الدكتور المعتت والمامي، حاصل على شهادة دكتوراه في قفيل الراس، ودخل هو أيضا موسوعة جينيس مؤخرا في أمشحان وطول الكرة. مرحبا بكم ضيفي الكريمين. مرحبا. في البداية، لماذا ترفضون الحوار السيد المعنتت واللمابي؟ لماذا ترفضون الحوار؟ حوارات، قلت لك الحوار حوار جمال بعير، شنو هو؟ يبدو أنك مانك سامعني. الحوار هذا صليت لي بويا ما خالق حوار مالي مالك بيض ودخل وصفر ورقل، ما عيني على الحوار. قلنا لك لماذا ما بين عن الحوار؟ حوار ايه؟ ويا مالنا ما بين عنه؟ ايه؟ ما خالق بليده ما طلبنا فيها الحوار. طلبناه عند كرفور، وطلبناه مع اهل الصدقة، وطلبناه في الناس اللي تعيطنا اياك نشاركوا معها في الحوار. يا غير شبيك، هو لهم هما كامل مستشقين به، ونحن الحوار اللي عدنا معاه بلا فايدة وبلا قيمة وبلا نتيجة. لا تتعيطي، خليك للحوار مع ذلكو. قالك ما واحد هذا منادم بوشار مكحل، لا تتعيطي خليك ذلك. الأستاذ الصفاق والقنقاش، لماذا تدعونهم للحوار بالرغم من أنهم طلبوا الحوار كثيرا، حتى أنهم مشاو يطلبوه مع طلاب الصدقة، وطلبوه قال لك في كارفور مدريد، وطلبوه في تبرق زينه، وعادوا قاعد كاردين مبديه. قال لك ما هو حق، وشوفوا ما هو حق، ما طلبوا الحوار اللي طلبناه احنا، وبالمجد نبقوا نطلبوا الحوار. تعرف ليش يا ابويا؟ ما بين اننا غالبتنا الشغله الدوله عدلناها، ولا يبقى شيء ما عدلناه، خايفين لا يعود يبقى مواطن موريتاني ما حصل على اللي دو. سمعت هم ما يطلبوا، هم 6 رواج ولا 7، فهمت؟ وطالبين حوار وما ادري يديهم منهم، ودور نعدلوا لهم اللي قاعدين يعدلوا، وبويا بيهم من الانجازات كل ما كانوا لا يحلموا به، كلهم شيبان لا يحلموا. عن اي انجازات تتكلم؟ عن ابويا الطب، وعن سكانيرات، وعن قدرهات، وعن الطاقه، سمعت؟ وعن دي الجامعه الكبيره اللي راح يقراوا فيها التلامي، وعن المطار اللي اكبر مطار في افريقيا. سمعت ابويا؟ سمعت والله ما سمعته. ولا قدنا حسبوا لا في ساعه واحده ولا شهر ولا عام. سمعت؟ ومعدلينه في 5 سنوات، وطالبين الحوار. احنا قاعد ندور ورقه اياها المصالح موريتانيا كامله تتوافق وتوفر الرواية، وإحنا ما تنا مترشحين مرة أخرى يا غير هم ما يعرفوا المصالح ولا يدوروا ذي. أستاذ المعنتت والقاف الراس، وأنتم معنتت والقاف الراس، وتم وطع لقاف الراس ذي أكثرها والقاف الراس. إذا المعنتت والقاف الراس، الرجل يقول لك بأنهم قاموا بإنجازات كثيرة، مستشفيات إلى شوارع إلى مواني إلى غيرها من الإنجازات، الشاهدة الحية التي تشهد على ما قام بهؤلاء من إنجازات. لماذا أنتم تطلبون الحوار في الوقت طلبتم الحوار عدة مرات، وعندما قبلوا الحوار رفضتم، لم يجدوكم للحوار؟ احنا ما رفضنا الحوار، احنا متقبلين الحوار بكل صدر من يا غير شبيك. الحوار لين عدنا بنفس الحوار، أنا من رأسي أنا شيخ بالحوار، والقرارات المجمله اللي تعدل في الحوار انا الشيخ فيه، وانا هو اللي نقوله، وانا هو اللي نقرره، وانا هو اللي نكتبه. وقضيته قولان وعن اطبار قال هو، والاضواء وقدروهات، وانا شوار ما يخلعون يا تتنعت لي شاربك، والاضواء والامبولات المقرقرين في كل الارض اطويهم كامل ومشبيهم توهم ولا ينقلك ان شاء الله. احنا ربينا الحمد لله تحت القنديل، سمعت؟ وناكل ونشرب ومتممكن وعايشين، وهاي الروايات اللي جابوها قاعد ضحك انهم ما يدوروا مصالح الدوله، ما ضالته يحج ولا ضالته يقولها. الروايه المواطنين تعدلوا
ما تقرر في المواطن، ما تقرر خليك ان شاء الله. هو الله ولا درتهم هذا المواطنين ومن فوق المواطن والطب يعالج بين المواطنين والبنية التحتية هذه الجامعة الزينة والمواطن شي دوره. استنى استاذ صفان اسمح لي شوي، هذا بالفعل انجازات للمواطن، لماذا ثم ذا الرجل قام بكل هذه الانجازات وبالفعل ما تقرر كما قلت في المواطن؟ لان هذا معدل من فوضى المواطن الموريتاني، معناه انه ماهوش يقرروا الصفاق والصفاق والقنقاش، دكتور صفاق والقنقاش ما يقرروا في المواطنين. هو ما سمى الصفاق والقنقاشين عاد اسمه قبال ومنطبق عليه وعلى شاربه. ثانيا هاي القضيه نذكر هذا قال البنيه التحتيه من قضيه الاضواء وقدرهات والجامعه، قال هو والبيات، هذا ما هو مقرر في المواطنين؟ ما يقدر فيهم، هذا من مال المواطن، مالي انا ومالك انت وماله هو. اسمعت والله اللي عنه، والله اللي عنه لا بد من نعرف لك، لا بد من نفسخ عني فس لعلمني راس فعليه هو نضيع الكذب والنفاق والتلحليح. ما هو بل فسخ الباس الدكتور؟ لا لا قابل الحزم، لا قابل الحزم، قابل الحزم، قابل الحزم هو كلامه. انا بتعقب راس فعليه رقاز وجعل راسه. نحن اليوم دعيناكم للحوار من اجل اعلن اليوم في برنامج عين الدق في عين، من اجل اعلنكم تعطوا للمواطنين شنو هي شيء حقيقي شيء ملموس، شنو سبب رفضكم انتم؟ شنو سبب رفضكم اليوم؟ نحن الحوار ما رفضنا، احنا الحوار قابلين وماشيين معاهم، يا غربينا كذبهم ولله يعدلوا كاملين فيه مصلحه لمهومه، لا يعود فيهم قضيه الراجل الفايت. الراجل الفايت كان يوقف له ويقول لهم جاكم لعدو ولا خالق من ذش، تم منها رينا قلنا انا مع لعدو، قال لهم لعدو جاكم، ما صدقوا يتكمكم عليهم لعدو، لا راي الله لك يا لفت التهلي بالكذب. نفس الشيء هم يجمعونا ويقولون لنا ياسر من الروايات عقب ما يخلق منه شيء اسمه شنو عدنا احنا هم الروايه. يعني اعلنكم فقدتوا الثقه في اللي يقولوا؟ فقدنا الثقه بتاتا، ما ترينا مجتمعين معاهم في حوار اسمه شنو، عندنا وجهه نظر نحن لها نعدلوها خاصه بنا احنا، وهم اللي عاد يبقوا يعدلوا الحوار ويعدلوا اللي بقاوا هم يعدلوا يعدلوا. استاذ صفا قول القنقاش، الدكتور صفا قول القنقاش، كيف ما سمعت الناس فقدوا الثقه فيكم نتيجه لعدم جديتكم، نتيجه لعدم اعلانكم تقولوا اي روايه وتاخذوا من زرها كل مره، يعني يدعوكم هم الحوار والله الرواية ما يجبروا منكم روح. شنو هي الروايه اللي تقدر تثبت ان اعلانكم ذا الحوار اللي راك قايمين فيه على انه حوار حقيقي ما هو حمار ولا هو حوار كما قال الاستاذ المعنتت واللمابي؟ وين الدلائل اللي قلت تثبتون بها؟ شوف ترى عليك اللايف فوت معاه ساعه واحده راي وشع قلبك به كلامه. احنا هم اللي عيطنا وقلنا ان ندور الحوار، والحوار احنا هم اللي وراه ومعانا المعاهده، فهم الحوار احنا معاه ومعانا المعاهده واحنا دوله واحنا هم اللي نقروا واحنا هم اللي نعدلوا، وقلنا ان لا نعدلكم حوار جادين فيه لان ما لنا جادين فيه ما نطلبوه لكم. جيناكم ما جيناكم في الحوار، جيتونا جيناكم ترى كلامه هو اركته ما قلت اسمح لي في الحوار يا محمد الحوار كله تمام لم انت يجب ان تسمح لي لا تقاطع بامكانك. والله انا ما قاطعته والله انا لا قاطع لا لا كنت يدني قمه صبع في عينه المعنتت، وطالبك بالالتزام ب اسلوب الحوار عين الدق في عين، يجب ان تقتربوا اسلوبه. ايها الساده المشاهدون اسمحوا لي بان اقول لكم بان اطالب من ضيفي الالتزام والبقاء في المكان وان يبقى الحوار هو القضيه الجديه التي جاءت بنا في الاسئله. اسمح لي دكتور الصفاق قول القنقاش، انتم تقولون ما لا تفعلون، هكذا وصفكم المعنتت واللمابي، لماذا تقولون ولا تفعلون؟ لا احنا لا نقول ولا نفعل، شفت انتم لا تقولون ولا تفعلون؟ لا احنا نقول ونفعل، احنا نقول ونفعل. لماذا الرجل يفقد الرجل يفقد وجود كلمه حقيقيه يمكن ان يستجيب لها؟ وحسد اللي قبيله روايه في كلام حسان، لا قصدي نقول لك انا شفت تمرك من حد كامل فقد الثقه من راسه ويفقدها من الناس كامله، ديلول تم نهار كتبت عليه ولو وقال له انا اليوم ما نراعي في الناس، قال له معنى انك ولي الناس ما تراعي فيها انتم، انتم كل حد فاقد من الثقه معاكم ثقه فاقدين من رؤوسكم. يمكن القول بانكم تفقدون الثقه بانفسكم سيدي الكريم. ابدا اخي المحترم، نحن ما نفقد الثقه بانفسنا، نحن جيناهم في حوار جاد واجتمعنا كاملي وكنا قال راي وقرار، هو في الختام قبلهم شنو المطولات وعدوا قرارهم انفسهم
وطبقوهما وبقينا احنا كأن قبيل وما ينسوا قاع من عند الراس. ضيعونا بالكذب، الناس ضيعونا بالكذب. يخليك ان شاء الله. هذا في حوار دكار وفي حوار المناطق الاخرى. اذا المره لماذا بهذه المره، لماذا عندما دعاكم الاخ الصفاق للقنقاش للوقوف على الحوار من اجل اخراج البلد بما تعتبرونه انتم ازمه، بل هم يعتبرونه نهضه توعيه اصلاحات الى غيره، لماذا لا تستجيبون في هذا الوقت بالذات لمطالب الموالاة ومطالب الصفاق للقنقاش، دكتور صفاق للقنقاش الذي يدعوكم للحوار ويطالبكم بالحوار ليل نهار؟ لا خايفين من تعود كي الكذبة الفايت. احنا اذا مشينا معاهم ورك لا يعدون المرة الفايت، الا نقبلوا الحوار يرعونا بعد ذاك كانوا يعدلوا ذاك الكذب الماضي يعدلوه مرة اخرى. هذا هو الخايفين احنا منه. احنا لعدنا اللي ما لنا هام من عدلكم الحوار، ما نعيطوا لكم، احنا مشاعرنا ما قد تتوقفوا من اجلكم. واحنا الدولة تم تماشى ونهضة. لا تتبع في ايدك. لا انا مقاطعك بعد ولا يدلكم عليكم. السلام عليكم انتم هم اللي خلقوكم. عماركم وافين، عماركم وافين، وويلكم وافين لعمرك انت وافي بطرك. ياك ما هو مهم. البعار كيف قلت لك؟ نحن متقبلين الحوار. متقبلين الحوار يعود جاد وحوار بناء يخدم الطرفين. يا الاولى. ثانيا نحن ما نقدر نعودوا فينا الناس المسؤوله والمثقفه والناس اللي واعيه وعارفه مشاكل البلد وحاسه به وفي الاخير يعيطونا للحوار مشترك بيننا وفي النهاية يعدلوا لعبة سياسية مبتكرة معدينا هما والنتيجة في الأخيرة تعود النتيجة ما تخدم الطرفين. فهمتني؟ تعود فم طرف حجاج اللي هم هما يعني سامي القومبا نختير باطل عود. أخي الكريم يجب أن تتركه حتى يوصل فكرته. أكمل الدكتور. معناها أنه هون ما لنا في لعبة، نحن في حوار سياسي بناء يخدم الطرفين. فعلا ادعيتونا ولا هنجوكم غير هنجوكم بشر. هذا المؤتمر ذي الرواية اللي هي تعدل تعود خلاصتها العامة تخدمنا احنا كمعارضة وتخدمتكم انتم كأن المهم عندكم هو المعارضة والموالاة. لماذا لا تبحثون عن مصلحة للشعب انتم جميعا؟ لا تعجل، هذا كامل الخلاصة العامة يعود في مصلحة الشعب. هو اللي القائمة اللي تنطرح اللي يعود فيها مصلحة الشعب هي الأولى. نحن دافعين الناس وكلامنا نقولوهاش اللي يعاني من الشعب وحاس به. نحن ما فايتنا شيء نظلوا في الشارع ولا يخلص ما لاحظناه وشبناه. نخشوا ما شاء الله تبارك الله الأماكن العمومية كاملة. شنو الأسباب اللي جعلتكم تطالبون دائما بالحوار وبأشياء؟ شنو هي الأسباب؟ ما الدوافع؟ الحالة الاقتصادية كما يقول لك الأستاذ، الحالة الاقتصادية بخير وكل شيء. لا لا لا، الحالة الاقتصادية الآن الأرز هوية الحالة الاقتصادية الآن في أسوأ من حالة الأول. نحن نشكو منه فتنة قلناها. شنو نقول لك؟ أولا نشكو من الشنقال والبطالة. ثانيا الأسعار واعدة السماء. هذه الدول المجاورة كاين مارو فيهم 50 وقد نحن الحمد لله ننجو مارو وفينا كيلو قريب من 300 ولا 4 والله وعد السماء ودلوير لهم الطرطق وعد المريخ. هذه الروايه اللي خارجه لنا ويقول لك هم احنا احنا في احسن الظروف ما هي طبعا احسن الظروف ما هي حد طبعا احسن الظروف حنوا في كلامي حنوا في كلامي ثانيا طبعا احسن الظروف اللي لا تقول شي ما هو اسمحي شكرا الرجل يقول لك بان البلد يشكو من البطاله يشكو من قلة الأمن يشكو من ارتفاع الأسعار الجنوني الذي إذا عرفت الاستعار ارتفاع لا تعرف العودة كالمعتاد. يقول لك بأن البلد يشكو من الكثير من المشاكل، لماذا كل هذه المشاكل؟ قال لك ما هو بصفتي بين البطالة ما يخالق، احنا فتحنا باتق أمل كل بلادة هنا عادوا يشتغلوا فيها الترجال ما لا يقني أمل للبطالة في بلد أمل في زيادة على أكثر من كل شاب كل شاب اليوم يخلص 150 ألف أمل والله 160 ألف ها؟ واحنا عدنا هنا المشاريع الكبار يشتغلوا فيهم الناس كامل ليل ونهار اسمع ولا يشغلوا للخارج وعدنا الشرايك الكبار هنا يشتغلوا والمواطنين بخير وأنا جاي من شرط داخل والنامس بخير والعاصمة هم بخير تو ما محزن او ست رواقي هنا تيها الحزب احنا يا اخي حد يعود يا اخي على يا استاذ ولك الكذبه يا تفوبي. استاذ شوي يا استاذ ما هو الكذب اسمع له تفضل يا اخي الكذبه تفوبيه يا اخي انت في بليده متمونك ومترحم وجابر جميع تمانكت الدار كليماتيزير والوتا كليماتيزير وتمشي تبارك الله ما شاء الله الديار في كل بليده وعندك المال راه في سويسرا وراه في الخارج
خالقة طائفة من المجتمع ضعيفة، حالها ضعيف وتعاني من ياسر من المشاكل. نحن ذو المعارضة نعيش هذا اليوم اللي نراعوا فيه. اسمع يقول له خلي يعني اسمح له اسمح له فهمني يا اخي، رايك انت تكثر الاخبار، ارد عليك كفي ارد عليك كفي انت ورق. اسمع يقول له اسمح لي احنا هم اللي جينا للقزا، احنا هم اللي جينا للقزا، الرسول هم اللي قدمناهم واحنا هم اللي قاعدين فيهم اللي انتم حضرتك يا الصحفي دور عود يعرف يوخض. هذا صحيح هذا صحيح. الرجل هو من قسم القصرات يا اخي، كيف تقول بانه كيف تقول لا يلتفتون على المواطن الضعيف؟ ما الدليل الانسان عنده ايجابيات وعنده سلبيات. فعلا سكان الصفيح ياكل ويقضى عليها وعشبتنا وزينه عندنا يا اخي، تلفت فعل المواطنين. هذا المجتمع الميتاني نصه كم فرط طلاب تصدقه اليوم طلاب تصدقه في كل ارض ما شو طلاب صدقه اليوم فتحنا لهم هونتيه ويخلصوهم كلهم يخلص شهريا وعندهم هونتيه الخياطة ويعدلوا كل شغلة هنا تياه وعلموا كل شغلة وكونوا هنا عندهم تكوين هنا تياه ولاهم طلاب صدق ليه تجبروا على الشارع المرتد. ولكن هذا ما يقرر في المواطن أستاذ، بالرقم من ذاك أخي الكريم الرجل يقول لك بأن البلد بخير وأن لا طلاب للصدق في هذا البلد الذي أصبحت نخبته تطلب الصدق في كل مكان وتقرع كل باب. سنتغاضى عن كل هذا، لكن دعني أخي الكريم أقول لك لماذا لا تدخلون في الحوار؟ لماذا لا تدخلون في الحوار؟ وهذا السؤال سأعيده عليك. فعلا سؤال زين، متقبلين الحوار لا نشارك معكم في الحوار. يقال نختاروا مادة ما نمدين العمر، نختاروا مادة أكل شيء تعود شي قالته أتعدلوا وقرارات تتخذ المجلس كامل توافق عليها تنفذ. سمعت نجتمع معاكم مقبال في حوار الدور ونقول ذاك اللي نعانوا منه وعدلوه لنا. احنا العدل ما نعدلين وما نعود زعينا بالحوار في شنقيط المكان قد يلحق احد احنا معدلين فيه مهرجان ذاك النهار. شكرا ضيفي الكريمين. الى هذا الحد ايها الساده المشاهدون ننهي معكم حلقتنا اليوم من برنامج عين الدق في عين، وتحيه طيبه.